امرأة أصيبت بمرض شديد، فنصحها الطبيب بألا تصوم رمضان ففعلت، ولما شفيت لم تقض ما عليها من صيام، وقد مرت عليها أعوام عديدة، ماذا يلزمها الآن؟ يلزمها القضاء، ويلزمها مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم كفارة عن التأخير، عن تأخير القضاء، لأن الواجب عليها المبادرة، لما زال عذرها الواجب أن تبادر بالقضاء، فإذا أخرته من غير عذر فإنها آثمة، ويكون عليها كفارة مع القضاء، إطعام مسكين عن كل يوم. نعم.